بدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نقدم لكم اليوم طريقة دمج الأصوات في آلات النطق الخاصة بالـ NVDA، سواء كانت أكابيلا TTS أو فوكاليزر TTS. نلتقي بعد الانترو. لا تنسوا الاشتراك ودعمنا بلايك حتى تساهموا في نشر الفيديو، ولا تنسوا تفعيل جرس الإشعارات حتى يصلكم كل جديد، ومشاهدة ممتعة لهذا الفيديو. عدنا إليكم بعد الانترو، وبداية فلنبدأ بكيفية تشغيل ثنائية اللغة على في آلة النطق أكابيلا TTS في NVIDIA. فلنبدأ على بركة الله. أولا نتوجه إلى NVIDIA النسخة المحمولة التي لدينا. NVIDIA Exchange Tech for UNES. ثم ندخل على المجلد الأول. بالمناسبة استعملت هذه النسخة كمثال فقط، أما بالنسبة للنسخة المثبتة في نهاية الفيديو سأقول لكم أين تجدون مختلف تلك الخيارات. فلنبدأ. قائمة، نبحث على User Config. I image 5 U user config 12 من ميل ثم بعد ذلك أظن اللي هو أول خيار مسافة مارك أدون أدون قائمة أكابيلا TTS editing by TTS قائمة سنت درايفر غير مسافة سنت درايفر قائمة بيكاش غير ثم ثاني خيار TTS 2 من TTS ثم نختار voices أكاتيت voisins voices باللغة الإنجليزية وهو باللغة الفرنسية، الأصوات باللغة العربية. قائم نختار اللغة التي نريد أن نأخذ الصوت منها. فرنش 4 من 9 فلنختار الفرنسية. قائمة نأخذ أي صوت. أنتوان دعنا أليس فان دعنا نأخذ صوت أليس. أليس فان دوكا نضغط على F2 حتى نتمكن من نسخ الاسم. A I C E محدد اثنان غير محدد. نقوم بتحديد الاسم ثم نضغط كنترول سي لنسخه. كوبي نضغط على انتر حتى نخرج من مربع التعديل هذا. اليس فان دو كاج كيو من عشو نخرج من هنا ثم نذهب الى مجلد اللغه العربيه عرب عربيكا ندخل هنا. قائم سأقوم بدمج صوت أليس مع صوت نزار. نزار 22 كاج كوت قائمة ثم
بعد الدخول إلى صوت نزار نتوجه إلى رابع ملف. نزار 22 نزار 22 نزار 22 كاش كيو 4 من 5. ستجدونه بصيغة كونف كونفيك كونفيك موديفي تيب فيشي كونف للقراءة. نفتحه بأي محرر عندنا، بأي محرر مخصوص عندنا، سواء كان بلوك نوت أو نزار 22 أو وورد باد، أي محرر مخصوص لدينا. ثم هنا نبحث على كلمة تكست برو. أفو إيجا بيتش سبيد فرو غليف تكست برو إيجال الرار نزار إيجال الرارين. سنجد الاسمين بين قوسين. بارنتيز غوش نزار. هذا الصوت الذي نريد أن ندمج معه صوت أليس. راشيل. راشيل هذا الصوت الإنجليزي. نقوم بحذفه. بارنتيز دروات. نتوجه للقوس المغلوق وبعدها نضغط كنترول وزر الحذف أو باك سبيس. راشيل. حذفنا الاسم. نقوم بالاسم باستيد. اسم أليس. أليس. بارنتي. أليس. ثم واحد جوج ثلاثة. نقوم بحفظ كل المعلومات. لوك نوت. محاول. Enregistrer Alt S. Save. اختصارها Alt S. نزار 22 كاش كيو قائمة. بعدها نخرج حتى نقوم بتشغيل هذه النسخة. TTS قائمة أدوان من 30 قائمة يوزي كونفي 12 من 101 NVDA 76 من 101 الخروج. تحية انفيديا يرجى للانتظار. Super got the scoop on how to get a bulletproof. Take hustle off the roof. And when I was a teenager, woke up on style page. I gained roots. I'm living major. My adversaries is getting rough. They never know that people tell me when I'm supposed to see the cemetery. And one day my lifestyle changed. And then I threw it all the pain. Insert Control S. حتى انت بين اكابيلا. اختر آلة Microsoft. Dual version, avec la TTS editing. NVDA. Qaima. Thumma. On va faire insert. Ctrl V. V. Qaima. اعدادات. NVDA. اعدادات. النطق صفحة. الصوت ميدي 22 نزار 22 كاش كيو. ها قد تم تغيير الصوت او تفعيل نوعية اللغة، لكن
لكن بالنسبة لكم عند تثبيت الـ NVDA لأول مرة يجب عليكم أن تفعلوا هذا الخيار. الانتقال الآلي بين اللغات. هذا الانتقال الآلي بين اللغات. الانتقال الآلي بين اللهجات. الانتقال الآلي بين اللهجات. هذان الخياران يجب أن يكونا محددين. الإعلاني مع نسبة حدة نطق إصدار تطبيق التاء التصنيفات تطبيق إلغاء موافق ريموت كونكتي فورم زد قائمة سو بي سي. بعد ذلك سنقوم بتغيير الصوت مرة أخرى وذلك باتباع نفس الطريقة. ريموت كونك انفيديا انفيديا قائمة كوليبس يوزر كونفيج Musique config. De cool. Anti. Ah, et bah. De cool. Ma sœur fait. Sub driver. TTS. دخول أنتي قائمة فواس غير محدد دخول أنتي قائمة عربي غير محدد English UK دخول أنتي قائمة راشيل 22 كاش غير راشيل 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 ار ار سي اش محدد محدد ال محدد اسنان اسناني غير محدد نص دخول انتي Arabic. Dokhoul. Nizar 22 KHQ. Dokhoul. Nizar 22 Canan. Nizar 22 KHQ. دخول أنتي ميزار 22 KHQ تيري بلوك نوت فرسيون 7 فروغ 22 تيكس برو الرار ميزار إيغال الرار بارنتيز ميزار فاصلة أليس بارنتيز دروات أليس موسيقى راشيل فيشي مضوي ألت إف قائمة ميزار 22 كاش كيو تيري بلوك بلوك نوت محاورة بلوك نوت voulez vous envoyer
Allô. Star Info Voxoké. Star Info. Texpro Alrar, Nizar, Rachel. Fichier Matoui. Alt F. Fichier Matoui. Alt F. Quitter Alt Q. Nouvel onglet Alt. Fichier Matoui. Alt F. Bloc note. Mouhawara. Bloc note. Enregistré. Tour. Remote connecté form. Quand et ben. Remote connecté form. Quand et ben. Remote. Nizar 22 KHQ. Nizar 20. Ta et ma AKP. NVDA. Ta et ma User config. NVDA. Cool. Monté. يرجى الانتظار. تحديث تيليجرام بلس للقراءة. لاحظوا قد اشتغلت اللغة الإنجليزية مع العربية. عادي. تحديث نفتح قائمة. الآن سأريكم أين يمكن أن نجد يعني أغلب تلك الإعدادات في النسخة المثبتة. نقوم بالضغط على ويندوز وحرف R. Execute. محاورة. Entries Linoleum Program. Dossier. Doc. نقوم بكتابة App Data. A. P D A ونضغط Enter. Ape data. نبحث على roaming. Local roaming. دخول. Enter. نضغط على حرف N. N. نفتح. هنا سنجد دخول. Enter. إعدادات قائمة. إعدادات النسخة المثبتة الخاصة بنا. انظر. مسافة. Markdown. Add-ons. Add-ons. دخول. Acapella TTS. Manifest. Synth drivers. دخول. Enter. PyCache. غير TTS. قائم. دخول. Enter. قائمة. Voices. غير مس. دخول. Enter. يعني نفس الإعدادات التي فعلناها قبل قليل. نقوم بغلق. Remote connect. قائمة. ثم بعد ذلك نعود إلى صوت مهدي وغطوان. إعداد.
تغيير الصوت ميديفان دو كاج كيو ريموت كونكت. الآن سنقوم بتشغيل أو تفعيل ثنائية لغة مع الفوكاليزر في الفوكاليزر Alt Control S حتى نختار آلة دوال فواسيو Microsoft Speech API version 5. Oh, Nuance vocalisère expressive de. Nuance vocalisère. Remote connecté forme. الآن سنقوم بضبط اللغة الأجنبية أولا. فاصلة. إن. انفيديا قائمة. تفعيلات قائمة الفرعية الإعدادات عين نقوم بالصعود تحسين إمكانية كلوفيزيو وظائف تحسينات لا فوكاليزي أوتوماتيك لانجاج فوكاليزر أوتوماتيك سويتشينج فوكاليزي أوتوماتيك لانجاج سويتشينج سيتينج ال نضغط انتر Vocaliser automatique langage switching setting. محاور. أول خيار نقوم باختيار اللغة. العربية. آر. نختار العربية. Voice name مجد. مطوي. Voice name مجد. نقوم مريم. نقوم باختيار مريم. Detect text long. Yorn BLN Detecting Text Language. Mohadad. Detect Text Language. Voice Name. Ma. الآن عليكم بتحديد الخيارات التالية. Detect Text Language based on Unicode Character. Mohadad. عندكم تجدونها غير محدد عليكم تحديدها. Yorn BLN Detecting Text Language. Mohadad. هنا أيضا تجدونها غير محددة عندكم عليكم بتحديدها. Ignore comment actuation when detecting text langage. Mohadad. On a également عليكم تحديده. Langage assume être fort latin characté. الفرنسية. FR. On a تختارون اللغة التي تقرأ لكم الحروف اللاتينية. بما أن حسوبي باللغة الفرنسية اخترت الفرنسية. ومن كان حسوبه باللغة أخرى يختاره. موافق. نضغط على موافق. Remote connecté forme. الآن نقوم بالضغط على insert control plus V. تغيير. Alt. يا. تغيير. الصوت. مريم. العربية. نقوم باختيار. أريك. دانيال. أودري. الفرنسية فرنسا أصوات متعددة أنديداي مطوي الصوت أودري. الفرنسية فرنسا مطوي ألت صاد السرعة الحدة مستوى بيت فاكتور نورماليزاسيون الانتقال الآلي بين اللغات عند ذلك نعم الانتقال الآلي بين اللغات يجب أن يكون محدد الانتقال الآلي بين اللهجات عند ذلك محدد وهذا أيضا يجب أن يكون محددا مستوى الاعتماد تغمي الاعتماد على لغة آلة النطق عند معالجة الأحرف والرموز غير محدد ألت يعني تجدون هذا الخيار اتركوه غير محدد السرعة الصوت آلة النطق للقراءة فقط التصنيف تطبيق إلغاء موافق Remote connecté form قائمة Ce PC N NVIDIA قائمة تفعيلات قائمة الإعداد تحسين كلوفيزيون وظائف إضاءة تحسينات Vocaliser automatique langage switching setting L أعود إلى هنا نعود إلى الفوكاليزر أوتوماتيك سويتشينج سيتينج ثم فوكاليزي أوتوماتيك لانجاج سويتشينج سيتينج الخانة الأولى نختار اللغة العربية الإنجليزية الفرنسية فويس نيم توما مطوي توماس أودري
اختار اودري. لوكال نيم الغاء. موافق. ريموت كونكتي فورم. وهكذا نكون قد قائمة. هنا نكون قد انهينا الفيديو الخاص بنا. نلتقي في فيديوهات لاحقة ان شاء الله. تقبلوا تحياتي اليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف الليل 29 دقيقة.